السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وأتم الاستعداد للامتحان الجهوي ديال الأسبوع المقبل إن شاء الله يا رب. فنزولا عن طلب بعض التلاميذ أنني نشرح لهم الإطار المرجعي ديال مادة اللغة الفرنسية لهذا السنة، هذه سنة 2022، واللي كيهم جميع الشعاب. فقررت انني ندير المحتوى ولاول مره باللغه العربيه والدارجه والفرنسيه، كلشي مخلط. دونك باش ما نطولش عليكم، باش تفهموا اكثر، غادي ندوزو مباشره لورغانيزاسيون ديال لو دومين دو ليفالواسيون ديال هاد ليبروف، هادي يعني التوصيف. داكا، دونك بالنسبه لهاد لو دومين دو ليفالواسيون دي زاكي دو لا بروميير اني ان لانغ فرونسيز، سيبل دو كومبوزونت امبورطونت: ليتود دو تيكست اي لا برودكسيون ايكريت. لا دوري دو ليبروف ايتون دو 2 اور، سيتادير عندكم جوج ديال المكونات، عندكم النص والاسئله ديال الفهم وديال التحليل واللغه، داكا، وعندكم لا برودكسيون ايكريت في لا بارتي الثانيه ديال هاد الامتحان. La première composante permet de vérifier les compétences de lecture de l'apprenant, c'est-à-dire sa capacité à comprendre, à analyser ce qu'il lit et en même temps à réagir aux œuvres qui lui sont proposées. C'est-à-dire, la partie de l'oula ratkoun khassa ou la radit stahdef l'kifayet diel l'fahm ou diel t'hlil ou diel ردة الفعل ولا ديال إبداء الرأي ديال التلميذ حول موضوع ما عنده علاقة بنفس النص، يعني شي حاجه، شي موضوع، شي فينومين، شي رياكسيون ولا شي كومبورتمون ديال شي بيرسوناج، غادي يطلبوا لا رياكسيون ديالك حول هذا الشيء اللي قلنا دابا. داكور. كونت لا سكوند كومبوزونت، ايل بيرمي ديفالوي سا كومبيتونس ريداكسيونيل، اوترمون دي سا كاباسيتي ا برودوير ان تيكست ارغومونتاتيف اي سو دونز يو لونغ كوريكت. بالنسبه لا بارتي الثانيه اللي كتهم لا برودكسيون ايكريت، ف كتستهدف القدرة ديال التلميذ على إنتاج نص حجاجي، ماشي ناراتيف ولا ديسكريبتيف، دونك ان تيكست ارغومونتاتيف، نص حجاجي، فاهمين؟ ابخي غنمشيو باش نشوفو هاد لا كومبوزونت الاولى مناش كتكون، والثانية ان شاء الله. دونك الي انوتي كو ليفالواسيون دو لا ديمونسيون لينغويستيك سو فورا دو مانيير انتيغري دون لي دو كومبوزونت. بالنسبه لهاد لي دو كومبوزونت، سادير ايتود دو تيكست اي برودكسيون ايكريت، راه داخله فيهم لا لونغ، سي كلير، يعني تقولوا ايوا بلا ما نحفظوا ولا بلا ما نراجعوا لي لوسون دو لونغ، نو، راجعوا كل شيء حيت ايل سون انتيغري، يعني داخلين مدمجين في هاد لي دو كومبوزونت. بالنسبه ليتود دو تيكست، راه ضروري تطرحوا عليكم دي كيسيون دو لونغ، ا سافوار لي فيغور دو ستيل، لي روجيستر ليتيرير، فوكابولير، نيفو دو لونغ بارفوا ايتترا. وبالنسبه للبرودكسيون ايكريت، بيان سور راه خصكم لي زوتي دو لونغ بور ايكريغ ان تيكست بيان كويرون، سي كلير. الوغ فهاد ليتود دو تيكست، اول حاجه كنلقاو كونتيكستواليزي. اشنو كنلقاو فهاد لا كونتيكستواليزاسيون؟ سي دوني دي زانفورماسيون كونسيرنون لوفر، بحال لا بروميير كيسيون، دونك ديما كتكون تيتر دو لوفر، لوتور، لو كورون ليتيرير، لو جونغ ليتيرير، ليديسيون اي لا دات دو باروسيون. ولكن في اتونسيون، كاين شي وحدين تيجيو حافظين هذاك الجدول اوتور ولا تيتر دو لوفر، اوتور، جونغ، سيكل ولا دات دو باروسيون، راه ماشي ديما كيكونوا لي ميم، ها يعني نفس الشيء تيطلبوه كل مره، راه يقدروا يبداو لك مثلا بلو نو دو لوتور، لي زوفر دوتر اوفر دو لوتور، دونك ردوا البال شنو مكتوب في لي كاس ديال داك لو طابلو، سي كلير. ابري هذه في حال الا تحط طابلو، بارفوا راه تيتحط لكم ان تيكست ا ترو اللي غادي تعمروه. دو فيه لا سيتوياسيون ديال لو باساج، تيقول لك سيتوي لو باساج دون لوفر، سوا اون ريبوندون ا دي كيسيون، او لا ديريكتومون تيقول لك سيتوي لو باساج دون لوفر، وانت غدير لا سيتوياسيون. شنو قلنا على لا سيتوياسيون؟ دونك كنديرو باغ اكزومبل سو تيكست ايت ان اكستراي دو لا بواط ا ميرفيك دحمد الصفريوي بوان، او كنديرو الاحداث اللي قبل ولا الحدث اللي قبل من هذا اللي في النص مثلا اللي تعطاكم، سينو ما كنتش عارف الاحداث اللي قبل، غندير ديريكتومون فكره عامه حول الحدث الهام اللي كاين عندنا في هذا النص اللي تعطانا في الامتحان، سي كلير. Après, situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, etc. 2. Quel cas analyser. Analyser, c'est-à-dire, cette capacité concerne le traitement des informations en vue de construire du sens.
يعني تحليل ديال النص، يعطوك اسئله ديال الفهم وديال التحليل، وكتحاول دير يعني من لي ريبونس ديالك كيبان تتبان الملكه ديال التحليل ديالك وديال الفهم ديالك للنص والاحداث ديال النص. شنو تلقاو فيه؟ il s'agit de étudier le texte ou la li texte. parfois faites attention que t'attaquons deux textes soit de la même œuvre ou là deux textes يعني كل واحد من œuvre مختلفه. comprendre le contenu du texte يعني construire du sens. établir un rapport entre l'emploi d'un fait de langue ou de style et la construction du sens. بالنسبه لهاد الجمله الاخيره هذه فكتعني ان مثلا الى سولكم على لا فيغور دو ستيل تال و تال، تيقول لك جبت ليا اون فيغور دو ستيل من النص، تيقول لك شنو لي في ديالها، شنو الاثر ديالها في النص مثلا، ولا شنو كي شنو الهدف ديال الكاتب من وضع هاد لا فيغور دو ستيل. دونك هنايا تيكون عندنا علاقه بين ان في دو لونغ و دو ستيل الى كونستركسيون يعني والبناء ديال المعنى. ثالثا يعني النوع الثالث ديال الاسئله كيكون عندنا رياجير رياكسيون، هو اللي قلت لكم في الاول. دونك سات كاباسيتي امين لابرونون ا بروندر بوزيسيون par rapport au contenu du texte et à justifier ou défendre son point de vue. Il s'agit de apprécier des éléments culturels, des valeurs, des éléments civilisationnels ou là synthétiser, interpréter des idées ou des faits. C'est-à-dire, فهذاك النص اللي غيتعطاكم غادي يكون عندنا بيان سور عندنا لي بيرسوناج برينسيبو ردو البال، يعني تكونوا شادين مزيان لي كاركتيريستيك ديال لي بيرسوناج برينسيبو ديال لي 3 اوفر. نيسيسيرمون ان تيكست ديال لا بواطا ميرفي راه غادي يكون فيه سيدي محمد، داكوغ؟ يعني وجهة النظر ديالو مثلا ولا شي تصرف ديالو. لا ميم شوز بوغ اونتيغون اي لا ميم شوز بوغ لو ديرني جور دان كونداني اللي فيه لو كونداني. ففي هاد لي دو كيسيون الاخرين تيكونوا حول ردة الفعل ديالكم على واحد التصرف ديال شي واحد من هاد لي بيرسوناج. دونك سا ديبون على لو تيكست لي تعطاكم ولا شي فينومين تذكر في النص ولا شي باغ اكزومبل شي مكون ثقافي مثلا، شنو بان لكم في هاد العادات، شنو بان لكم في هاد التصرف اتسيتيرا. دونك وغتردوا البال شنو طالبين، واش ان ارغومون ولا دو ارغومون ولا 3 ولا ان باراغراف. دونك فيت اتونسيون او كونسيني دوني، يعني دوك التعليمات اللي كيحطوا لكم مورا لا كيسيون. تري بيان، دونك فوالا. اي ابري دونك في نفس لا 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 في نفس الاسئله هنايا ديال رياجير بورتي ان جوجمون، سواء كتعطي ان جوجمون واحد الحكم على هادشي اللي قلنا قبل. مانيفيسي سون ابريسياسيون دو تيكست، يعني واش نتايا مثلا عاجبك هذاك التصرف ولا لا، علاش. se situer par rapport à ce texte, justifier sa réaction, يعني justifier تعلل داك لا رياكسيون ديالك، داك ردة الفعل ديالك، داك الرأي ديالك، داكوغ بيان سور افيك دي زارغومون. غادي ندوزو لا كومبوزون. دونك قبل ما ندوزو قالك دون غومارك دون لا فورمولاسيون دي كونسين il faudrait éviter d'utiliser la terminologie de la critique littéraire. Les questions relatives à la langue seront élaborées en rapport avec la construction du sens et porteront sur les contenus de la rubrique langue de la progression de la première année du cycle du baccalauréat. Donc c'est clair pour la remarque dit. Donc les questions, ils ne porteront pas sur la critique littéraire, savoir focalisation, incipit, point de vue, etc. Et aussi les leçons de langue, donc les leçons de langue, les seulement la première année du cycle du baccalauréat. D'accord. On passe maintenant à la deuxième composante. Alors, cette composante de la production écrite, cette composante cible la production d'un texte argumentatif à partir d'un sujet donné. C'est-à-dire comme un sujet, ou celui-ci doit être en rapport avec l'un des thèmes traités dans une ou plusieurs œuvres ou programmes sans être une dissertation littéraire. بمعنى غادي تكون عنده علاقة مباشرة أو غير مباشرة، يعني تيكون واحد الخيط رفيع مع واحد الموضوع ولا مواضيع اللي شفتوهم على طول السنة واللي عندهم علاقة بلي زوفغ اللي قرينا. سي كلاغ. ألوغ لو كونديدا دوا ديمونتخي سا كاباسيتي إكسبريمي سون بوان دو فيو، غيطلبو لكم نيسيسيرمون فوطخ بوان دو فيو، الرأي ديالكم، إي أو أجوستيفيي
ou soutenir une idée à l'aide d'arguments variés et pertinents. Donc, ils طلبوا لكم الرأي ديالكم حول شي موضوع أو لا تعللوا ولا دعموا واحد الفكرة بيان سور à l'aide d'arguments variés et pertinents. يعني ضروري ما استعملوا الأدلة والبراهين والحجج باش تدعموا ولا ترفضوا ولا تبديوا الرأي ديالكم حول هذيك لا تيز اللي تعطاتكم في لو سوجي. Très bien. Alors, pour les capacités concernant les deux composantes de l'épreuve de français, seront évaluées à partir des contenus des modules suivants. Pour l'enseignement du français en première année du cycle du baccalauréat. Donc, خلافا لما جاء به مثل الإطار المرجعي ديال السنة الماضية والسنة اللي قبل، فكان الاختيار كتختاروا تيحطوا لكم 3 ايبروف، 3 د الامتحانات، وكتختاروا واحد، سواء واحد متعلق بلابواطا ميرفي ولا اونتيغون ولا لو ديرني جور دان كوم. يعني هذا العام هذا ما كاينش اختيار، فيت اتونسيون، غادي تراجعوا كل شيء، فما عرفنا شنو غادي ما تعرفوش شنو غيتحط. المهم غيتحط لكم شي واحد من هذوك لي 3 اوفر، يعني ما كاينش اختيار بحال السنوات اللي فاتوا. دونك ملي كانت الجائحه ديال كورونا فما كان عندنا التفويج وما قريناش الدوره الثانيه في 2020، سو كي في عطاو الاختيار حيت ماشي كلشي كمل لو بروغرام داكور، وماشي كاع التلاميذ كانت عندهم امكانيه انهم يتبعوا لي كور ديالهم عن بعد. سي كلير فوالا. الو قبل ما ندوز للمرحله الثالثه غادي نشوفوا لا برودكسيون اكريت، نرجعوا ليها. دونك في لا برودكسيون اكريت قلنا غتكتبوا نص حجاجي، يعني تيكست ارغومونطاتيف بيان سور، ماشي غير غادي تجي وتقول ا مون بوين دو في ديريكتومون، تعطي لي ارغومون، نو انتروداكسيون ديفلوبمون اي كونكلوزيون داكور. تعطاتك اون سول تيز، طلبوا لك الراي ديالك، دونك سي لو بلان سامبل سي كلير او لا كونسيسيف سا ديبون. تعطاتك دو تيز وقال لك شنو بان لك في هاد لي تيز هادو، شكون لا تيز اللي انت معاها، دونك هنا غادي دير لو بلان ديالكتيك داكور. من بعد ان شاء الله غنحط لكم اون فيديو على لي ريزونمون ديال لارغومونطاسيون لي بلان. Voilà. Alors, les caractéristiques de l'épreuve d'évaluation. Étude de texte qui s'appuie sur un ou deux textes littéraires. Donc, il y a imma wahid ou la juge dial les textes li ghadi tahtou lkom. Comprend 10 dial les questions et thèmes. D'accord? Deux questions et thèmes pour la contextualisation. 6 questions et thèmes pour l'analyse. Yani koun ndkom juge dial l'esquila ala la contextualisation. 6 ديال الاسئله على لاناليز و جوج ديال الاسئله على لا رياكسيون، يعني اللي فيهم بوينت دو في. اي لي كونستيتيي دي تيب دي تيم سويفون، لي تيم دونك ا ريبونس شوازي، شوا ملتيبل، شوا التيرناتيف. شوا تيقول لكم اختار مثلا الجواب صحيح ولا تيكونوا يعني متنوعه، دي كيسيون اللي تيكونوا متنوعين سي كلير. Le mode de correction de ce genre des thèmes est dichotomique. À l'occasion, selon la capacité exigée par les thèmes, on pourra demander à l'élève de justifier son choix en élaborant une courte réponse. Les choix multiples présenteront un choix de 3 ou de 4 réponses. D'accord? Alors, les items à réponse construite, réponse courte et réponse élaborée. Ce type de thème demande à l'élève de formuler lui-même une courte réponse. ريبونس، يعني كاين اسئله اللي فيهم اختيار تختار الجواب الصحيح، وكاين اسئله اللي مباشره خصك انت تجاوب عليها بجمله قصيره ولا، دونك سا ديبون على التعليمه اللي غتحط لك داكور. L'évaluation de la langue se fera de manière intégrée bien sûr à la compréhension du texte. Les questions porteront sur l'effet de langue et ou de style contenu dans le texte de base. Donc كلشي من النص سي كلير، دونك غيكون النص ودوك الاسئله تيكونوا على النص بيان سور، وبارفوا تجيب التعليل اوسي من النص ديريكتومون، تيقول لك جبد لي الجمله اللي كدل على هاد الحاجه، على هاد الجواب اللي قلتي سي كلير. Pour la production écrite, donc la situation de production écrite doit être signifiante pour le candidat et en rapport avec l'un des thèmes traités dans les œuvres au programme. Donc un sujet précis sera proposé au candidat qui doit produire un texte
soulignez bien argumentatif en respectant la consigne donnée. ما خصكش تخرج على الموضوع، دونك خصك تحترم النص الموضوع اللي تعطاك، لا تيز اللي تعطات اتسيتيرا. دونك ان تيكست ارغومونطاتيف. لي كريتير ديفالويشن اي لو باريم، دونك غادي نشوفو لو باريم دو نوتاسيون دو فيغوري سور لو بروف. بيان سور غادي تلقاو تما الباريم، غادي تلقاو شحال من نقطه على كل سؤال. نشوفو لا ستركتور دو ليفالويشن. دونك بور ليتود دو تيكست عندنا بور كونتيكستواليزي راه دو بوين، analyser ces points et réagir ces deux points. Mais la production écrite, donc vous avez ici le tableau de synthèse de la production de l'écrit, les critères d'évaluation du score, pourcentage alloué et barème de notation. Donc, la production écrite va la conformité de la production écrite à la consigne d'écriture. La cohérence de l'argumentation. La structure du texte. Organisation et progression du texte. يعني التنظيم ولا التكست ديالك واش منظم مزيان مقاد. دونك غتكون 25% 5 بوين. كريتير ديفالويشن دو لا لونغ بالنسبه للغه، دونك فوكابولير بيان سور، لا سانتاكس، بونكتواسيون علامه الترقيم، لورتوغراف دوزاج غراماتيكال، لا كونجوغيزون، كلشي كامل عليه 25%، يعني 5 ديال النقاط. ساشون كو برودكسيون كريت راه كاينه على 20. دونك ردوا البال، غادي باش نعطيكم اون استوس باش ما تنساوش لي زيغور ديال، يعني باش ما تخليوش ديروا اخطاء ديال الفوكابولير. دونك ملي غتبغيو تكتبوا اول حاجه، دونك غادي نقرا نص الموضوع مزيان، غادي نجبد لي مون كلي ديريكتومون. ملي غنفهم شنو اللي مطلوب غنمشي ديريكتومون اول حاجه نكتبها نكتب لي زارغومون. داكوغ، ماشي نمشي ندير نبقى نقلب نقاد المقدمة والعرض والخاتمة. كتبوا أي فكرة، أي أرغومون جاكم لبالكم كتبوه باش ما يتنساوش عليكم من بعد ولا يتلفولكم. داكوغ، ملي غادي تسالي لي زارغومون غادي تقلب على لي ديال لوجيك اللي غادي تحط مع هاد لي زارغومون. أبخي غادي تحط قدامك، غادي تكتب فوكابولير، سانتاكس، بونكتواسيون، أورتوغراف، كونجوغيزون. هكا فين ما شتي فيهم غادي تفكر تراجع مزيان لا برودكسيون ايكريت ديالك، عاد ديك الساعه دير المقدمه ديالك وتجمع لي زارغومون دوك لي ديال لوجيك، اي ابري لا كونكلوزيون. داكور، اي فوالا. دونك طابلو دو سانتيز دو ليبروف دو فرونسي، دونك ليتود دو تيكست، دونك الجمعه فوالا ديال داكشي كامل. هادشي لي كاين في هاد لو كادر دو ريفيرونس. ان شاء الله نكون فدتكم وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله، ورجعوا مزيان، باقي عندكم الوقت وما تضخموش الامور، وان شاء الله يكون خير والنجاح للجميع يا رب.